السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في شرح جديد في قناة اشرح لي. النهاردة هنشرح ازاي اقدر اكسب حوالي 500 دولار في شهر واحد من خلال موقع بلوجر، ان انا اقدر اعمل مدونة ومن خلالها انشر كل يوم شيء او مقالة، طبعا مش مكتوبة لان في ناس بتاخدها كوبي بيست، ده غلط، ده مش هينفع، مش هيديك الربح. هنخش على جوجل، طبعا احنا مش حافظين اسم الموقع كبداية، هنخش على جوجل. بلوجر احدى مواقع جوجل، فبنكتب بلوج اهو، ظهر لي اول واحد بلوجر BLOGGER بلوجر، دوس عليه بدوس، هو اول موقع اهو، تمام، موقع معروف جدا طبعا، مدونات، دي المدونة بتاعتي طبعا، فيها كل ما تكتب تدوينة في هنا علامة المشاهدة اهي، لازم طبعا تبقى كاتب جوه كلام ومواضيع كتيرة هنوريها لحضراتكم دلوقتي، وليكن مثلا الفيزا الحكومية، أو أنا كاتب بالشكل ده، تمام. لازم تعمل بعض المقالات كتير، ومن خلالها بعدد المشاهدات حضرتك بتكسب فلوس، بتكسب فيها مشاركة أرباح بالظبط زي اليوتيوب، تمام، أو أخبار زي دي بتنشرها طبعا، حضرتك تقدر تتعدل عليها وهكذا بنفس الشكل، مثلا خبر زي ده. أهم شيء إن الأخبار دي تكون أنت كاتبها بإيدك، ما تكونش واخدها كوبي بيست للكلام. حاول على الأقل تعمل خمس بلوجات في اليوم، على الأقل 5 بلوجات في اليوم، بعد مثلا شهرين ثلاثة بتلاقي نفسك عندك 300 400 بلوج، تبدأ المشاهدات تزيد ايا يكن انت كاتب ايه، ايا يكن الموضوع معاك انت كاتب ايه، بتلاقي الموضوع معاك زاد جدا، كسبت فلوس كتير. من هنا برضو بتعرف الاحصائيات بتاعت قناتك اهو، انت كم مشاركة، 43، بتكسب فلوس قد ايه، هنا التعليقات عندك في القناة، تمام. بعد كده ممكن الصفحات، ممكن تعمل بعض الاعدادات في القناة، تمام، تغير فيها حاجات، وده لينك كمان للمدونة بينفعك في حاجات كتير جدا. لو انت محتاج موقع بيطلب منك مثلا URL، بتحط المدونة بتاعتك دي تبقى بالظبط زي الموقع، ده البلوجر بيعمل لك زي موقع الكتروني ليك انت مختلف. المظهر كمان بتاع الصفحة ما تظهر للناس ممكن حضرتك تغيرها، هتبقى ظاهرة كده بالظبط، شايف، ممكن تغير تعملها كده، هتبقى ظاهرة بالشكل ده بالظبط كده، ادي اسمك والوصف بتاعك، وبعد كده دي ده الاعلان بتاعك هو اللي بيظهر للناس، بتدوس تطبيق. معاك طبعا حاجات كتير جدا ممكن تغيرها اهو حسب ما انت تحب، وبتدوس في الاخر تطبيق، خلاص جاي تطبيق المظهر الجديد، خلاص تم تطبيق المظهر الجديد بنجاح. هنا الأرباح، النقطة المهمة بقى اللي احنا بنتكلم عليها، المكسب تبع جوجل أدسنس اهو، بيقولك تحقيق ربح من شغفك، كيفية تأهل ازاي انضم لجوجل أدسنس، والله بيقولك هنا امتلاك الموقع الإلكتروني الذي تريد استخدامه في أدسنس، بعد كده الاشتراك في ادسنس، طبعا انت لو عندك ايميل هتسجل جوجل ادسنس، طبعا اللي مش عارف الموقع اللي بتستلم من خلاله ارباحك من جوجل، اذا كان يوتيوب او جوجل ادسنس او بلوجر، اي موقع تابع لليوتيوب بتستلم ارباحك من هنا، طبعا بتعمل له، طبعا بتدخل اسم الايميل بتاعك، ايميلك على ادسنس، وبعد كده الموقع، وبعد كده بتقول له سيف اند كونتينيو، وبكده خلاص بتبدأ من كل ضغطة على كل بلوج انت عامله تاخد فلوس، كل ضغطة على كل بلوج تبدأ تكسب فلوس. شكرا لكم جزيلا، نتمنى الموقع والشرح عجبكم، استنونا ان شاء الله في فيديوهات جديدة، كونوا معانا ان شاء الله، شكرا.